قول لي بقى ايه رايك في المكان؟ تحفه. لا ما تقوليش تحفه والاكل جميل وتقعد تسكتني ارجوك. بصي انا ما كنتش بحب الاماكن دي لاني دايما بفضل اكل البيت. بجد؟ اه ده انا بحب الاكل ده قوي، بحب اقعد اجرب حاجات جديده، يعني اي مكان يتفتح جديد كده لازم اروح اجربه. انت فايتك كتير قوي على فكره. فعلا انا فايتني كتير قوي. زي ايه؟ وما تقوليش نغير الموضوع او نتكلم في حاجه تانية او مش عايزه اتكلم ارجوك. انت عايزه ايه؟ عايزه نبقى صحاب. انت تعرف عني تقريبا كل حاجه، من اول اخواتي اللي في دبي لحد جوازي وطلاقي من عادل، ده حتى مشاكلي مع بابا تعرفها كلها، وانا ما اعرفش عنك اي حاجه. مش فاهمه بقى انت مش ضامني ولا هتطلع في الاخر جاسوس ولا ايه حكايتك؟ ايه مش ضامنك دي يا بنتي؟ يا بنتي انت اللي مكبر نفسك يا ديمو. انت مش عارف احنا في الايام اللي فاتت دي عملنا كام حاجه، سافرنا ورجعنا صد رد في نفس اليوم، ده غير الكروازه بقى بالموتوسيكلات في الشوارع، وكمان طبقنا الوش الصبح عشان بس نشوف الشروق. انا اي حد في سني اصلا ما يعرفش يعمل الحاجات دي خالص. ده عادي لو كنت طلبت منه يعمل ربع الحاجات دي كان زمانه مفرهد مني في الشارع. بجد حرام عليك يا ياسمين بجد، يعني يوم الاجازه تاخديني وتقعدي تلفي بيا وتبرمي بيا في كل حته ممرمطاني. هو في ايه يا ادهم؟ وانت ليه غاوي تنكد عليا؟ انا مش فاهمه ليه كل ما نخرج لازم نرجع متخانقين، وبعدين ايه المشكله يعني لما نروح نسهر عند اصحابنا في الشاليه؟ يا ستي ما تروحي لوحدك وانا لازم اجي معاكي يعني؟ دي حاجه غريبه قوي، مش معقول انا يوم الاجازه ده بستناه بفارغ الصبر علشان انام. انام تنام واروح لوحدي؟ ليه ان شاء الله وانا مطلقه ولا ارمله؟ الساعه في ايدك كام يا ياسمين؟ الساعه واحدة يا ادهم. يعني احنا لازم نقضيها صباحي علشان حضرتك ما تبقيش ارمله ولا متطلقه، مش كده؟ على فكره انت بقيت اوفر اوفر قوي، والحياه بقت لا تطاق، وانا خلاص جبت اخري ومش قادره. ايه رحت فين؟ لا انا اهو معاكي اهو. هو انا قلت حاجه تضايقك؟ لا لا خالص خالص، كملي. اكمل ايه؟ طب انا كنت بقول ايه؟ قولي لي، خلصتي اكلك؟ اه خلصت الاكل. طيب تمام. ليه هنقوم ولا ايه؟ شكرا لو سمعت. لازم اروح انام في الاوتيل، انا تعبان قوي قوي. امال فين النشاط اللي كنا بنتكلم عنه من شويه؟ انا حسدتك ولا ايه؟ انت لسه دلوقتي قايله قضينا يوم طويل ومن النهار وكروزنج وشقاوه والمغروب خلاص البطاريه خلصت، لازم انام مش قادر. ماشي زي ما تحب. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.